خمسة دقائق بعد نص النهار، اهلا وسهلا ومرحبا بالعباد اللي اختاروا تابعونا على 95.5 وبيان 3W.radiodreamfm.net. اليوم موعد جديد في ثاني حلقاتنا من برنامجكم امور تهمنا. برنامجكم امور تهمنا هو برنامج شهري يهتم بقضايا الشأن العام. طبعا مانيش وحدي في تقديم البرنامج، يرافقوني اميرتي الاستوديو اللي حاضرين بحذايا لهنا، فريال مبروكي على يميني واللي تحضر معنا المره هذه. فريال مرحبا. عسلامة حسام، عسلامة تسليم، ومرحبا بكل مستمعين الكل. يعطيك صحة فريال. فريال الحصة اللي فاتت كانت ماشي حاضرة معنا التزاما منا بقرارات رئاسة الحكومة ومنع التنقل بين الولايات، فمرحبا بك مرة أخرى بحضرنا لهنا في استوديو راديو دريم فام. وعلى يساري تسنيم رمضاني. تسنيم مرحبا. عسلامة حسام، عسلامة، مرحبا بك فريال بحثنا في القيروان، ومرحبا بمستمعينا اللي اختاروا يتابعونا على دريم فام. يعطيك الصحة. دونك أمور تهمنا هو برنامج شهري يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة وبالشراكة مع خمسة إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعيتية. وإذاعة دريم فام هي واحدة من الإذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا كل ثالث سبت في الشهر من نص نهار الماضي ساعة في بث متزامن مع مندرة اف ام، نفزة اف ام، عليسة اف ام، وسليوم اف ام. البث متزامن على جميع الإذاعات، ولكن في كل إذاعة أمور تهمنا نطرح المواضيع اللي تمس وتخص الجهة هذيك. في برنامج أمور تهمنا بالنسبة لليوم أكيد باش يقع طرح زوز مواضيع يهم ولاية القيروان وولاية المنستير. وفي الجزء الأول من حصتنا بالنسبة لليوم باش نحكيو على موجة الحرائق الأخيرة في الوسلتية بين الأسباب والتداعيات، وضيفنا باش يكون العقيد محمد أيمن الجوادي المدير الجهوي بالنيابة للحماية المدنية. ما في الجزء الثاني باش نحكيو على مدى تطبيق البروتوكول الصحي في نزل ولاية المنستير مع ضيفنا اللي باش يكون حاضر بحذانا سي فواز بن حليمة مندوب السياحة بالمنستير. كما قلت حسين، اليوم باش نحكيو في اول مواضيعنا على الحرائق في ولاية القيروان وتحديدا في معتمدية الوسلتية. اسباب اندلاع الحرائق هذه هل هي مفتعلة ام طبيعية؟ شنو حجم الاضرار اللي يعانيو منها متسكنين الجهة جراء الحريق؟ ومدى جاهزية الحماية المدنية للتصدي للظاهرة هذه، خاصة انها تقريبا قاعدة تتكرر في السنوات الاخيرة في عدد الاماكن؟ هذا كله اكثر تتعرف عليه معنا في امور تهمنا. هذاك علاش اليوم باش نستقبلوا معنا العقيد محمد امين الجوادي المدير الجهوي للحمايه المدنيه بالقيروان. عسلامة سيد العقيد. السلام عليكم، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اذاعه ديما فان. معكم العقيد محمد امين الجوادي مدير جهوي بالنيابه بالقيروان. شكرا لك سيد العقيد على قبول الدعوه، وكما قلت عسلامة بالمستمعين. قبل كل شيء خلينا نسمع مع بعضنا تقرير من اعداد وتقديم تسنيم رمضاني حول الحرائق بالقيروان. درجة الحرارة في الفترة الأخيرة في بلادنا وخاصة في ولاية القيروان واللي وصلت 50.3 درجة نهار 11 أوت، اندلعت سلسلة من الحرائق بلغ عددها 13 حريق ما بين آخر شهر جويلية وبداية شهر أوت، وهذا اللي خلف أضرار كبيرة في المحاصيل الفلاحية والثروات الغابية كما أشجار الصنوبر، نباتات الإكليل والزعتر، الحلفة وأشجار الزيتون. كما خلفت الحرائق خسائر كبيرة في الثروات الحيوانية منها بيوت النحل والمواشي وفي موارد رزق عديد من العائلات. الحماية المدنية والسلطات الجهوية والمحلية تعاملت مع الوضعية هذه بكل جدية في عملية إطفاء النيران والسيطرة على الحرائق، واللي فرضت في بعض الحالات إجلاء العائلات ومنع وصول النيران للديار. ولكن تواجه فرق الحماية المدنية صعوبة كبيرة في إطفاء النيران بسبب صعوبة التضاريس وارتفاع درجة الحرارة وعدة أسباب أخرى، من أهمها أن الحرائق هذه بفعل فاعل وأحيانا هي عمل إجرامي مقصود. وبالرغم من المجهودات الكبيرة اللي يقوم بها فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات في التصدي وتجاوز كل الصعوبات اللي تعترضهم، إلا أن عدد من أهالي الجهة يتهموا السلطة الجهوية والمحلية بالتخاذل وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة، في حين يحمل جزء آخر المسؤولية كاملة للمواطن اللي ما يحترمش البيئة والطبيعة. ويبقى السؤال المطروح، شنو هو مصير العائلات المضرة واللي فقدت مورد رزقها بسبب الحرائق هذه؟ سي محمد، هذا تقرير من اعداد وتقديم زميلتنا تسنيم الرمضاني حول وضعيه الحرائق على مستوى ولايه القيروان. وفي البدايه باش نبدا معك سيد العقيد حول اسباب اندلاع الحرائق خاصه في معتمديه الوسلتيه، لانه عديد من التساؤلات اللي قاعده يعني تطرح من قبل عدد من المواطنين، هل انه هذه الحرائق بفعل فاعلها او انها يعني يقع ادراجها ضمن الكوارث الطبيعيه؟ طبعا السؤال هذا نجم نطرحه عليك والإجابة نجم ناخذها من عندك أنت، خاصة وأنك مصدر رسمي للمعلومة. دونك أسباب اندلاع الحرائق سي محمد، خلينا نتعرف عليها.
شكرا لكم. اولا وقبل كل شيء نحب نشكر جميع اطارات واعوان الحمايه المدنيه في ربوع تونس الخضراء اللي يقوموا بمجهودات كبيره من اجل اطفاء الحرائق، وحقيقه كانت مجهودات معناها ناجحه. وكذلك ما نحبش ننسى مجهودات اداره الغابات، ونفس الشيء نحب نشكر المواطنين اللي عاونونا برشا معناها في نجل معناها انقاذ معناها ديارهم وحيواناتهم وانقاذ الثروه الغابيه. بالنسبه للاسباب، راي الاسباب معناها تكون كثيره ومتعدده. اولا بحراره الطقس واللي تعدينا بها، زاد المواطن معناها الاستهتار نتاعو معناها ممكن يرمي سيجار ويشعل يشعل جبل، معناها سيجار ونجم يشعل جبل. ممكن كل خرجات يخرجوا لبرا معناها الاستهام يعملوا كومبينج برا ولا حاجه وما ينظفوش دنيتهم ويخليوا الدنيا تشعل ويشعل، ممكن تشعل الدنيا. الاسباب الاخرى معناها نتاع عمل اجرامي او مش اجرامي، نجم ناكد لكم انه السلطات المختصه في هذه خذت الموضوع هذا بكل جديه لاجل بحث عن اسباب مسببات الحريق. اذا كان بفعل فاعل نقولوا علاش يعمل هكا ربي هادي، اما ناكد لكم انه السلطات خذت الموضوع هذا بجديه باش ترى هو عمل اجرامي ام لا. ان شاء الله ربي يسترنا وربي بقي علينا الستر. نحن في الوسلاتيه يا ربي ولك الحمد لله انه ما فما حتى انسان معناه تضر معناه بالنار، مرقري راهي جات نار قويه برشا ومنعنا العباد وبتضافر الجهود الحمايه المدنيه واداره الغابات والمواطنين في حد ذاتهم زاد عاونونا. وانا ديما نقول يا ربي ولك الحمد بارابور برشا معناه بلدان اخرى، نحن الحمد لله ما معناش موته يا ربي ولك الحمد. راهي النار في الجبل معناها راهي النار قويه معناها، والتكنيك نتاع اطفاء النيران معناها في الجبلات. علاش احنا من خلالك انت سيد العقيد نحب نثمنوا كل المجهودات اللي قمتوا بها انتم كاعوان حمايه مدنيه اما على مستوى ولايه القيروان او في مختلف مناطق الجمهوريه، والصور يعني خير دليل على كل المجهودات يعني اللي قمتوا بها. في نفس الاطار تحضر معي اكيد تسنيم رمضاني وفريال المبروك يحبوا يتفاعلوا معك اكثر بخصوص هذا الموضوع. تفضل. مرحبا بك سيد العقيد. مرحبا عايش. انا نحب نسال، هل تم تقديم معناها حجم الخسائر الماديه والاقتصاديه والفلاحيه مثلا؟ هو الحرائق اللي اندلعت معناها في الوسلاتيه معناها جمعتين التالي كان في منطقه القليعه في جبال الشاري، منطقه القليعه ومنطقه التوامه. معناها تم تحديد المساحه، نحن حددوا المساحه اللي تم اللي معناها تحرقت معناها، والمساحه تم تحديدها ب 1000 هكتار هذا. بالنسبه فما منطقه اخرى وين في الحد مع ولايه زغوان معني معتمديه الفحص، فما معني حريق اندلع في معتمديه الفحص، ولولا تدخل الحمايه المدنيه ولا اعوان الغابات لكان معناها تعدت الوسلاتيه وكان تكون اضرار كبيره، لانه نحن منعنا دخول النار من غادي ودخلنا الولايه معني معتمديه الفحص وعاوناهم غادي وطفينا معاهم النيران ومنعنا العباد. فما مناطق خاصة يعني تضرت؟ والله ما سمعتكش. فما مناطق خاصة يعني مثلا حقول متاع ناس معينين تضرت؟ لا أنا كنت مكملش معناها حقول خاصة كلها على ملك الدولة معناها إدارة الغابات. سيد العقيد نحب نعرفوا إذا كان الرصيد البشري والمعدات اللي عند الإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقيروان، هل هي قادرة على مجابهة هذه الكوارث الطبيعية إذا تكررت؟ بالنسبة للكوارث الطبيعية راه قوة ربي عظيمة، وإن شاء الله ربي كتب لنا معناها الخير وربي يسترنا من الكوارث الطبيعية. أمين. وراه باللي بتوفر معناها معدات، باللي توفر وسائل، رانو نحن ديما نقولوا نبقاو تحت رحمة ربي على خاطر النار راهي متجابة كان بالمعدات الطيارات والكندير والبيليكون. بالنسبه لنا نحن كحمايه مدنيه وديوان وطني للحمايه المدنيه في الحريق الاخراني في الوسلاتيه تم تخصيص 8 شاحنات اطفاء معناها، وكان تعزيز من اداره جهويه قطرين وسوسه وبوزي، الا انه تواجد الشاحنات الطفاء لا يكفي بالنسبه للمناطق الوعره. ان شاء الله يا ربي في يوم من الايام تونس تكون قادره على توفير اسطول طائرات خالص بحرائق الغابات، لانه مش مسالك معناها تنجم توصل نصوص معناها بالشاحنات الطفاء باش نوصل نطفيو النار. اذا كان معناها توفرت الطائرات خاصه نوع كندير وبيليكون تكون معناها تدخل يكون انجع.
واضح. دونك هذا في علاقه بالمعدات والتجهيزات. حبيت في نفس الاطار نزيد نعرف معك يعني سي محمد التنسيق كيفاش يكون بينكم وبين اداره الغابات. ورينا احنا يعني مجال التدخل نتاعكم، يعني دخلتوا انتم والغابات لاخماد جمله من الحراك على الاقل نحكي على مستوى ولايه القيروان، كيفاش يقع التنسيق بينكم وبين اداره الغابات او وحده الغابات؟ هو ديما الاجتماعات يقوموا بها في اطار اللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث، عندنا نوامر معناها تاع التليفونات والتنسيق وشكون المسؤول معناها في ايامات العطل والاعياد خاصه، وتكون معناها التنسيق معناها نعرف نوامر بعضنا ونعرف المسؤولين كسوا في الوسطيه ولا في الفحص ولا في اي بلاصه معناها نثقوا ببعضنا، ويكون التنسيق على مستوى بشري او مادي، شنو عندنا وسائل شنو عندنا معدات. اي هو والتنسيق يكون معناها الكلمه مع القياده تكون عند الحمايه المدنيه. اذا كان معناها الغابات لما ما نجمتش هي تكون هي الاولى تخرج معناها، اذا كان ما نجمتش معناها تسيطر على الحريق تتصل بالحمايه المدنيه، والحمايه المدنيه تخلط على عين المكان وتاخذ هي بزمام الامور وتاخذ التنسيق ما بين اعوان الغابات واعوان الحمايه المدنيه وهي تكون معناها القياده تحت امرها هي. هل انه فما اجراءات استباقيه معناها خديتوها من قبل خليني اقول من قبل فصل الصيف حتى؟ لا هو الاجتماع ديما الاجتماعات ديما تكون دوريه، واللجنه الجهويه لمجابهه الكوارث ديما في انعقاد دائم، نحن دائما يرموها من اجتماع تحضير لموسم الامطار، نحن ديجا في الصيف ما زلنا وعملنا اجتماع تحضير لموسم الامطار من تنظيف بلوعات، تنظيف اوديه وزياره السدود وتحيين الوسائل والمعدات وتحيين معناها الفرق المداخله ان سي دو سويت. نفس الشيء قمنا قبل باجتماعات لتحضير موسم الصيف من تحسيس اعوان المتسكنين معناها الغابات وتحسيس اعوان الغابات بضروره معناها الحراسه والمراقبه معناها وقت اللي يندلع نار ديريكت يقوم بالاتصالات نتاعو. والحمد لله راهو في بلاد القيروان اكد لكم انه التنسيق في على اعلى مستوى وانه تكون المعلومه توصل في اقرب وقت ويكون التدخل ديما في اقرب وقت وناجع بقدره ربي. سيد الحقيد، هل توجد فكره احداث وحدات حمايه مدنيه في بقيه المعتمديات بالقيروان؟ هو مش اعطيكم معناها تو انه الاداره بتاعنا ديما تخمم انه في احداث في رقوه مراكز حمايه مدنيه باش تقرب تدخلات تكون تدخل يكون انجع، خاطر نحن مش عندنا الغابات بركه، نحن معناها مش حط في بالك انه نحن نبداو نطفيو في جبل ومن طون عندنا اكيب اخرى تامن في الاسعاف والانقاذ والاطفاء في بلايص اخرى، معناها ناس تخدم معناها كل يوم معناها ايامات تعدي وتطير، ناس ما تروحش ديارها معناها تخدم في الجبل وجماعه باش تعمل دوبلاج. بالنسبه لاحداث معناها مراكز اخرى عندنا فرقه مش تحل في سيدي عمر ان شاء الله، سيدي عمر بوحجه مش تكون قريب العاج مش تتحل. وفما زاد سبق اخر في المعتمديه بيخا مطلعه في قريب العاج. سي ايمن، حسب التقارير والمعاينات الاولى هل يعني فما اضرار باش تكون على المدى الطويل؟ اضرار على المستوى شنو؟ تداعيات يعني النيران خلفت اضرار وتداعيات خاصه في المحاصيل في الاراضي بتاتر تكون على المدى الطويل. هو اي 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 نار راهو عندها اضرار، واي انسان انا واحد من الناس نشوف معناها بعد ما كان منظر اخضر معناها وشجر وناس كانت ترزق غادي من الجبل من الكليل وزقوق وكذا انا صغير، اما اكيد انه اداره الغابات مش تاخذ على عاتقها على اعاده التسجيل. وقلت تربي تبقى ديما تونس خضراء، حتى كان تشعل شعلوها ولا تشعلت معناها بار ان اكسيدون راهي مش ترجع تخضار وترجع عمليه التشجير وان شاء الله ترجع معناها في اقرب وقت كما كان. اليوم في ظل هذه الوضعية اللي نعيشوها في تونس كله نحكيه ديما بصفة خاصة على مستوى ولاية القيروان، رئيس الجمهورية كان قام باجتماع وكان قال من خلال هذا الاجتماع أنه باش يدعم وحدات الحماية المدنية. اليوم هل أنه لولاية القيروان نصيب من هذا الدعم اللي باش يقدمه يعني رئيس الجمهورية إلى وحدات الحماية المدنية خاصة في علاقة بالمعدات؟ هو راهو الحكايه نتاع المعدات ونحن ديما نلقاو نطلبوا المعدات والعنصر البشري. بالنسبه لولايه القيروان كما قلت لكم مش يكون عندنا دعم في معتمديه سيدي عمر بوحجه بالعنصر البشري والعنصر المعدات. وكذلك في معتمديه سبيخه مش يكون عندنا زاد العنصر البشري والمعدات، وهذا الكل يرجع
مشكوره ادارتنا والديوان الوطني للحمايه المدنيه انه فكرت ان القروي مش ولي عندها انه كان فرقه في الولايه فرقه في معتمديه الاساسيه فرقه في معتمديه حاج العيون فرقه مسكون ان شاء الله في سيد عمر بوحله وان شاء الله بعد سيد عمر بتكون كمان موجود فرقه في السبيخه والحمد لله نسمع على الحمايه المدنيه في ولايه القيروان بالفرقه هذه مش تكون عليك نسيت برمي كإدارة وكأعوان ومعدات هي معناها من أحسن الإدارات. سيد العقيد كما حكيت فما نقص في المعدات اللي صعب مجابهة هذه الكارثة، نحب نستفسرك إذا فما أضرار طالت أعوان الحماية المدنية خلال التصدي لهذه الحرائق. نحن الحمد لله حتى كان الضر وما نشكوش، ونحن كون تدخلنا راهو نحن الضرر نتاعنا كي نمنعوا العباد، نحن انا واحنا الناس كي نروح ونلقى معناها الدار منعناها من الحريق انا نفرح، وحتى التعب انا واحنا الناس ثلاث ايام معناها نون ستوب معناها من غير ما نرقدش، ثلاث ايام في الجبل نبيت ونصبح في الجبل الغادي معاهم، وانا نكت معناها استكثر خير متساكنين منطقة القليعه ومنطقة التوامه انه بالحق فرحوا بينا واعتبرونا من عائلاتهم. وهما زاد يعطيهم الصحة زاد عاونونا، وحتى كان عاون الحماية المدنية تضرت وإلا حاجة راهي ما نشكاوش والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله ربي يبقى يستر علينا. أمين. هذا هو يعني إن شاء الله ربي يبقى علينا ستر الناس كل، إن شاء الله ربي يحمي تونس ويحمي أعوان الحماية المدنية، وإحنا من خلالك أنت سيد العقيد بالحق نحب نوجه تحية شكر لكافة أعوان الحماية المدنية على كل المجهودات يعني اللي قمتوا بها خلال مجابهة هذه الكوارث. حبيت فقط سؤال أخير نختم به معك سيد العقيد، هل أنه وقع يعني خرج التعزيزات من هنا على مستوى ولاية القيروان يعني لبعض المناطق الأخرى اللي شهدت يعني نوع من النيران، نحكي مثلا على ولاية جندوبة ولاية بنزرت وعدد آخر من المناطق، لأنه وقع الاستنجاد بأعوان الحماية المدنية على مستوى ولاية القيروان؟ الحقيقة نحن كان التعزيز نتاعنا لولاية زغوان تحديدا معتمدية الفحص فقط، بقية الولايات ما لم يكن لنا أي تدخل، وكان زاد التدخل في بقية الولايات ناجع وكان تعزيز من بقية الولايات. أما القروين في كنا احنا زاد عنا منطقة غابية معنا قليل وين نمشيوا المناطق أخرى معنا. يعطيك الصحة سيد العقيد، شكرا لك برشا على هذه المعلومات والإضافة. شكرا لكم وإن شاء الله ربي معنا ومع تونس وربي يحفظنا الناس كل يا رب. أمين. سينو مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في أمور تهمنا، خليكم برونشي موزيكا وراجعين باش نستمعوا الحلوة يا بلدي الفاضل شاكر. We'll be right back.
29 دقيقة بعد نص نهار رجعنا لكم من جديد مستمعينا على أمواج دريم افهم، ومرحبا بالناس اللي التحقت بينا في الاستماع وين ما يوصلكم صوتنا. كيف كيف نسلموا على الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا على الفيديو لايف على الصفحة الرسمية لدريم افهم أو على www.dreamfm.net. وخلينا توا نحكيوا على الموسم السياحي، خصوصا في الظروف الصحية اللي تمر بها بلادنا. شنو هي أحوال الموسم السياحي؟ هل إنه فما احترام للبروتوكول الصحي داخل النزول من قبل الحريف ولا حتى العاملين؟ هل إنه فما عقوبات للمخالفين؟ هذا الكل أكثر باش تتعرفوا عليه معانا بأكثر تفاصيل في أمور تهمنا. لذلك اليوم نستقبل معنا سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة بالمونستير. على السلامة في سي فواز. مرحبا بكم، مرحبا بجميع متابعي إذاعة الدريم افهم. شكرا لك على قبول الدعوة، ومرحبا من جديد بكل المستمعين. مرحبا بكم عايشك. يعطيك صحة، مرحبا بك سي فواز. لكن قبل كل شيء حابين نسمع مع بعضنا يعني آراء بعض المواطنين حول مدى تطبيق يعني البروتوكول الصحي داخل النزول نتاعنا على مستوى وطني، نحكيو على تونس كل، وبصفة خاصة نحكيو على ولاية المنستير. فمشي حتى احترام للبروتوكول الصحي، مشيت الوتلة في الحمامات، مشيت في تونس العاصمة في سوسة في كذا، الناس الكل تشرب على بعضها، الناس الكل راكشة على بعضها، البواطة نتاع الوتيل الناس الكل تشطح بجنب بعضها وكأنه لا فما حتى حاجة، حاطي لهم بسكير تسهر الناس كل مع بعضها، والبيسين مطيشين العباد بجنب بعضهم، في التراك تحت الشجر في الدنيا الكل، فمشي حتى احترام البروتوكول الصحي، تاخذ حاجة باش تشربها زاد ما فيهاش حتى احترام البروتوكول الصحي، كي مش بداك ما جاش وحتى الفريجدير ما دالك، تدخل وين تحب انت ما فماش حتى شكون يعرضك، لا يقيس لك أنا لا يحط لك حاجة في يدك تغسل بها يدك ولا كذا وكذا، كلها معنا عباد عايش عادي، كوم سي ما فهمش كورونا جملة، ما فهمش مرض، وما فهمش حتى حالة ماتت في العالم كله. بالنسبة للبروتوكول الصحي أكثر من نظام في البيوت، واحد ما هذاك هو الباقي في الريستورونات الناس الكل فوق بعضها، كما تعرف ناس فادة وناس قلقة وما عم بالهم بالكورونا، في البحر الوضع كما تشوفوا في التصاور هذاك هو، ما فماش تطبيق للبروتوكول الصحي، فهمت؟ لا ناس التزمت بالبروتوكول ولا هما زادك اللي يخدموا في اللي بيرسونيل غادي في الوتيل اللي حرصوا على تطبيقه. بالنسبة للبروتوكول الصحي نسمع بيسمع ما فماش، مي حاجة واحدة وقت اللي صارت كنترول جي الأمن السياحي علمونا كل واحد عنده بافيت لبسها زعما وبعدنا شوية لوطون اللي هما خرجوا سي بون نرجعوا كما كنا وما صار شيء. كل واحد تعرف في الوتيل في الويكاند الوتلة الكل براتيك ما يبدأ معبي، جمعة سافا تعاد نهار جمعة، مين نهار السبت بدي معناتها جمعة عشية وفي الليل معناتها والسبت بدات تحسك الضغط والزحمة في الوتيل، أما العباد معناتها ماهيش محترمة البروتوكول سيرتو معناتها في الريستورون، تلقاها العباد ماهيش تعقم في ديها والعباد الكل تهزم البيفيه نفس المغرفة، فوليديهم ماهمش قاعدين يعقموا في ديهم وماهمش لابسين لي ماسك. الحقيقة ما نجموش احنا نعملوا على الوعي المواطن، على خاطر هو جاي باش يتفرهد معناه باش يجي ما غير بافيت نتاعو، سي نورمال باش يعوم في البيسين زاد ما غير بافيت نتاعو، هيك علاش من الواجب الإدارة والبرسونيل معناها المعنية بالأمر هي اللي تشرف على تطبيق البروتوكول الصارم، والحاجة هذه اللي مريتهاش الحق موجودة، ماذا بينا إن شاء الله نخدموا عليها. دونك سي فواز هذا هو يعني اراء بعض المواطنين اللي كانوا مشاو لبعض النزول، هذاك علاش من خلالك انت باش نحكيو على مدى تطبيق البروتوكول الصحي داخل النزول على مستوى ولايه المنستير. قبل ما نحكيو على مدى تطبيق البروتوكول الصحي حبيت نستسمحك ونسالك في نفس الوقت، يعني هل انه يعني الاجراءات تطبيق البروتوكول الصحي هي في حد ذاتها تتطلب يعني ميزانيه وتتطلب برشا فلوس، والفلوس هذه اكيد يعني ارقام ماهيش هينه، هذاك علاش حبيت نعرف من خلالك انت هل أنه وقع تخصيص ميزانية خاصة بتطبيق البروتوكول الصحي داخل النزل خاصة على مستوى ولاية المنستير؟ والله بالنسبة للميزانية اللي نحكيه عليها ما فماش ميزانية مخصصة سبيسيالمون للتطبيق البروتوكول الصحي، نحن كديوان وطني للسياحة وزارة السياحة خرج البروتوكول الصحي الخاص بالمؤسسات السياحية وعلى أصحاب المؤسسات والمديرين تطبيق البروتوكول الصحي، وهم يوفروا ميزانياتهم وهم يقوموا على رواحهم في إطار معناتها تطبيق البروتوكول، فما عرض وطلب بين الحريف والنزل وهو اللي يحرص على تطبيق البروتوكول والقرارات اللي موجودين في البروتوكول هذاك.
معناتها بالنسبه لنا احنا كدوله ولا كديوان وطني للسياحه ولا وزاره السياحه ما عندناش ميزانيه خاصه باش نعطيها للخواص باش يطبقوا البروتوكول. الو سي فويز. وي سؤالي ليك انه هل تم وضع استراتيجية معينة لتطبيق البروتوكول الصحي من ثم كمندوبية؟ بالنسبة لنا احنا تطبيق البروتوكول الصحي هو معناتها كي نحكيو على بداية الموسم السياحي اللي انطلق نجم نقولوا في اواخر شهر ماي او الجوان النزول معناتها اشتفتح وعبرت عنا على اذا معناتها زي ما فتح النزول نتاعها وقمنا بعمليه تفقد لهم قبل ما يحلوا النزول نتاعهم ذكرناهم بالبروتوكول الصحي الموجود عملنا زيارات تفقد للبروتوكول الصحي هذاك قبل ما تدخل النزول في النشاط ومن بعد رجعنا لهم هذا في اطار العمل نتاعنا كديوان وطني للسياحه والفرق المتفقدين اللي عندنا في المندوبيات ولا مندوبيه المنافسين هو الاحاطه بالمستثمرين والاحاطه مؤسسات سياحية نحكيه مش كان على النزول نحكيه على المطاعم السياحية نحكيه على الأنشطة معناتها الباراتوريستيك هذم كل قمنا لهم بزيارات إحاطة قبل بداية الموسم وفي وسط النشاط وبعد مشينا لهم بعد ما فتحوا مشيوا شفنا في إطار إنه التطبيق كان موجود مش موجود وبعثنا لهم تقارير متانا وعلى إثرها قمنا بزيارات أخرى في على طول الموسم السياحي. هل سجلتم مخالفات؟ بالطبيعه هو البروتوكول الصحي معناتها يختلف من مؤسسه مؤمن مؤسسه مؤسسه فما شكون يحترم البروتوكول الصحي نجم نقولوا 100% فما شكون ينتهي 90% نحن ونبعثوا لهم تقارير وعلى اساس التقارير هذيك نعطيهم وقت ونعاودوا نزورهم ونشوفوا وين وصل التطبيق اللي طلبناه هذاك على حسب البروتوكول الصحي. سي فواز اذا تم تسجيل مخالفه شنو هي انواع العقوبه في هذه الحاله؟ هو العقوبات معناتها المخالفات تختلف وتدرج الإداري في العقوبات معناتها يمشي من لفت نظر للإنذار إلى الغلق المؤقت هذوما الكل موجودين لكن نحن لهنا مشينا أكثر في لفت نظر والإنذارات إلى توجيهات لبعض النزول لبيئة المنافسين. باهي إذا أحد المواطنين لاحظ إخلال كيفاش ينجم يعلم السلطة المعنية؟ هو عنده معناتها الهاتف نتاع المندوبيه الجهويه للسياحه يطلب ويقول لنا ونحن على اثر معناتها الشكايه نتاعو ولا ريكلاماسيون نخرجوا نعملوا زياره للنزل هذاك ونشوفوا في اطار تطبيق راهو تطبيق البروتوكول الصحي زاد يختلف حسب راهو بكري عجبني في الريبورتاج انه فما عباد تقول لك ساعات فما زاد حرفاء بالحق راهو معناتها لاحظنا انه فما بعض الحرفاء ما يحبوش تطبيق البروتوكول كي يجي مثلا كي نحكيو على البروتوكول السانيتير كي نقولوا نحطوا ان سيرفور وراء البوفيه باش يعطي هو للكليون صارت اشكاليات كبار انه الحريف يغزر لها تقولش عليه معناتها النزل ما يحبش يعطيه بالكميه هو ذاك علاش سي فواز حبيت نسالك انا لهنا الحريف كيف ما يطبقش البروتوكول الصحي شنو هي الاجراءات اللي تتخذها مع الحريف ما تنجمش يعني واحد من الناس معناتها واتتني نعمل في زيارات لبعض النزل في بعض الاحيان ما تحكي مع حريف تقول له مثالش راهو الكورونا مازالت حط انت في مثلا في كولوار ولا في ريسبسيون حط البافيت معناتها تقولش عليك تقول له حط البافيت ما نعرفش معناتها يحسها إهانة ولا حاجة خايبة وقلت لا أنت يعني بالعكس نحرص على سلامتك ونحرص معناتك يعني قلتك في معناتها أني شخصيا صارت لي بعض المواقف معناتها محرجة جدا مع بعض الحرفاء إلا أنت كتقول له حط البافيت تقولش عليك هنتو مع فهمت شنو هذا واضح سي فواز أما احنا ما نجموش ديما نعملوا على وعي المواطن خاطر كما سمعنا في آراء المواطنين هو ماشي باش يعوم في البيسين ماشي باش يتفرهد فما مشكل إنه في الويكاند فما ناس تمشي ما هيش ريزيدونت دونك يصير فما سيرشارج في الاوتيل كيفاش انتم كسلطه معنيه تنجموا تواجهوا هذا وتنجموا تخلوا المواطن بطريقه او باخرى يلتزم بالبروتوكول الصحي كسرت لك قلت لك هي الاداره نتاع النظم معنيه بتطبيق البروتوكول وتحاول باش معناتها توعي الحريف اللي موجود في النزل باش هو يلبس البافيت نتاعو باش يعمل التباعد باش بالنسبه لي هو كان في البروتوكول لازم يوفر معناتها اللي بوم تاع الجيل يوفر معناتها معناتها في الارضيه يكون موجود ثم السينياليتي يكون يقف وكيفاش هذاك الكل معناتها لازم يوفروا
توصلوا المؤسسه ومن طون تحاول باش توعي الحرفيه نتاعها بالنسبه للكاباسيتي معناتها هذيك قاعدين نتبعوا فيه. في نحكي على جهه المونستير ومش نحكي على جهات اخرى بالنسبه لي بالنسبه لخاطر جهه المونستير نحاولوا في كل ويكاند نخرجوا نعملوا زيارات نشوفوا شكون زايد شكون ناقص وعلى اساس هذا كان ندخلوا معناتها في مع اداره المؤسسه هذيك باش نوعيها وينقص من العباد اللي موجودين خاطر قاعدين نعملوا في سويفي نحن كل نهار قداش بيتين من حريف في النزله هذيك. واضح كما قالت توا زميلتي فريال انه المواطن توا كيف يمشي يتفرد ما يحبش الزاميه نتاعي نلبس كمامه ولا نعقم في يد. سامحني هو الوضع اليوم ونعرفوا انه كورونا احنا ما طلبناش انه يلبس البافيت وهو يعوم في البيسين طلبنا كي تلقاه في الريسبسيون دو لوتيل يتلقاه لابس بافيت طلبنا كي تلقاه في فضاء مغلق داخل النزل يلبس البافيت نتاعو شنو فيها ما قلناش في البيسين وما قلناش في لي زيسباس معناتها اوفير فهمني كي تلقاك في اسباس اوفير واون بلانير وبعيد على العباد معناتها تنجم ما تلبسش فهمتني اما كي تلقاك انت في اسباس فيرمي وتكون فما برشا عباد ما فيها باس انك تلبس البافيت نتاعك بالضبط ولكن مع ذلك احنا ما نمشيوش ديما في الاتجاه نتاع التعويل على وعي المواطن ولكن انت قبيله كنت تحكي قلت فما تفاوت معناها بين المؤسسات في احترام البروتوكول الصحي هل مثلا في النزل فما إلزامية نتاع قبل ما يدخل الحريف للنزل يستظهر مثلا بتيست بي سي ار ولا تيست رابيد لا ما فماش الإلزامية هذه مش منصوص عليها في البروتوكول هو هذا في علاقة بتيست بي سي ار وتيست رابيد لكن في نفس الإطار هل أنكم فما تمشي باش تمشيوا فيه حول يعني الحريف ما يجي إلا ما يستظهر بشهادة التلقيح على الأقل لا هذا ما هوش ما تروح على نطاق مندوبية جهوية للسياحة هذا وحيدة لازم نقول لك إنه عديد النزول في جهة المنسير مثلا يعملوا هذه ما يمكن ما سوقنا لهاش برشا ما حكيناش عليها برشا نعملوا معناتها في جهة المنسير اشانتيوناج باللي تيست رابيد في وسط لي ديبارتمون معناتها مثلا نحكيو على الكوجينا نحكيو على الريستورون نحكيو على ليتاج يجيو مثلا انا انفيرمي سبيسياليستي يعمل لي تيست رابيد مثلا اون برون دو زوز مثلا من كل ديبارتمون ونعملوا لي تيست رابيد ونزل اي واحد يطلع عنده الاعراض معناتها نحكيو في جمعتين ثلاثه التالي ولا حتى اليوم اللي عنده اعراض الكل يعملوا له تيست رابيد ويمشي يقعد في دارهم اون اتوندون يكمل معناتها البريود نتاعهم نتاع الكوفيد ومن بعدها يرجع يخدم على روحه هذا كل قاعدين نخدموا فيه وعملية التفقد قاعدة تصير معناتها للنزول هذه ونحن في علاقة دائمة مع النزول شنو شوية إشكاليات كالعادة معناتها ديما فما شوية إشكاليات نحاولوا باش نقولها حلول لا قدر الله مثلا في وسط النزل مثلا اكتشفوا مثلا انه فما حاله نتاع اصابه بالفيروس هل فما اجراء معين منصوص عليه فما اجراء منصوص عليه البروتوكول الخاص بالمؤسسات السياحيه يعمل هذاك المريض اللي هو مصاب بالكورونا يقع عزله في ايتاج سبيسيال معناتها تقع فارغ في شامبر سبيسيال اللي هو يولي ما عادش عنده الحق باش يهبط الفضاءات معناتها العموميه اللي موجودين في النزل يولي يطلعوا له الفطور بتاعه والعشاء بتاعه لمده موعد معينه ومن بعد يقع نقله حتى يقع نقله للمركز الكوفيد نتاع المهدي. سي فواز بعيدا عن البروتوكول الصحي باش نعطيك معلومه معناتها ابار هذي النزول راهم متعاقدين مع اطباء ومع ديزانفيرمي ويجيو الطبيب اللي تابع النزل باش يعدي عليه ويعطيه كان معناتها يعملوا له التيست بي سي ار ولا يعملوا له التيست رابيد وكان طلع بوزيتيف تقع واخذين الاجراءات اللازمه الكل ويقع تعقيم مثلا البيت اللي كان ساكن فيها عندنا تصير تعقيم اللوكو والاماكن اللي كان موجود فيها المطعم كل شيء معناتها كل شيء افيك بروسيسوس واضح وصريح اوكي شنو يعملوا بالضبط ممتاز سي فواز باهي هو راهو سامحني خذينا الاكسبيريونس تو نتسناو في مستير خاصه في مستير كانوا عندنا تقريبا 12 سنتر نتاع باتريمون وقتها نتاع الكوفيد اللي روحوا في 2020 وعندنا دو ان سنتر كان حل اللي هو نزل بجهه المنستير حل كمركز ايواء للحجر الصحي
الخاص بالكورونا للتونس كاملة، ومن بعد حل مركز خاص بالجهة. دونك عنا زوج نزل وهذا، وعنا ثلاثة ولا أربعة نزل شاركوا في الحجر الصحي الإجباري للعائدين لتونس الكل والمروحين لتونس. لذلك ولا عنا شوية خبرة معناتها نجم نقولوا لذلك. سي فواز، بعيدا شوية على البروتوكول الصحي، نعرفوا إن المستير تمثل قطب سياحي بامتياز، وإنه السياحة مورد رزق العديد المواطنين. تنجم تعطينا تقدير للأضرار الاقتصادية والبشرية بمعنى لأصحاب النزل والعمل فيه، خطر نعرفوا اللي عديد الناس فقدت مواطن الشغل متاح. هو باش نكونوا واضحين، ما فماش عدد واضح وصريح باش نجم نقوله، لكن أثرت الجائحة متاع الكورونا على السياحة نجم نقوله، مش سياحة مستير نحكيه على تونس، نحكيه على العالم الكل. شوفوا السياحة تأثرت معناتها في العالم الكل. هو السياحة حاجة وحيدة، هي ما هيش العمل اللي يخدمه في النزول لك، هو إذا بالحق واحد معناتها نحب ديما نقوله إنه ما همش العمل وما همش لزوم في الوادي ريكت متاع النزول، راهو النزول كي يخدم والسياحة كي تخدم راهو توتان سيكوي إيكونوميك. وراها خاطر اليوم الحريف اللي يجي شي يستعمل الدراج، يستعمل التركي بلومبري في وسط لوتيل، معناتها فما حاجات شي جددهم مولا لوتيل. دونك توتان سيركوي وراها الفلاحة اليوم، الفلاحة معناتها نعرفوا انه معناتها مع السياح اللي موجودين ويجيوا كما 2019 او سنين اللي قبلهم، معناتها في الايكونومية عباد قاعدة تكونسوم. يعني نقول لهم بالنسبة لي ان السياحة قلش عليك تعمل في الاكسبور، لكنك موجود في بلاستك، معناتها شوفوا معناتها طماطم في البطاطا الدنيا الكل نعرفوا معناتها القيروان وقيمة القيروان من ناحية الفلاحية، هذاك الكل يأثر على السيركي ايكونوميك في الجمهورية التونسية الكل. واضح. دونك هذا في علاقه بالاضرار، لكن حنا نرجع معك شويه للبروتوكول الصحي لتطبيق البروتوكول الصحي. دونك حبيت من خلالك انت ناخذ فكره، لو كان يعني اذا كان وقع تسجيل مخالفات في بعض النزل اللي كانت يعني ما احترمتش البروتوكول الصحي، وشنو هي الاجراءات اللي تتخذ يعني في شان هذه النزل اللي ما تحترمش يعني تطبيق البروتوكول الصحي توما، يعني كمندوبيه أو كوزارة السياحة بصفة عامة، شنية العقوبات يعني المخصصة للنزل اللي ما تحترمش البروتوكول؟ هي العقوبات موجودة ومنصوص عليها معناتها بالقوانين اللي نحن نخدموا بها. قلت لك بكري، هو فما تدرج في العقوبات، وأنت ونوع المخالفة لشخصية معناتها تختلف العقوبة، وفي التدرج في العقوبات معناتها نحكيه من لفت نظر حتى للغلق المؤقت للمؤسسة الحية هذيك، نحكيه على خطايا مالية، نحكيه على هذه كل موجودين في القوانين، والقوانين هذه كل معناتها نخدموا بها. وقعش تسجيل يعني مخالفات على مستوى ولاية المنستير على الأقل؟ اي فما ما نجموش نقولوا ما فماشي مخالفات، لكن مخالفات وقع معناتها تسجيلها وتدوينها ومرافقتها ومرافقة أصحاب النزل باش تتعدى الإشكالية هذيك. اليوم زاد فما إشكالية في القطاع السياحي، ندرة اليد العاملة وما فماش يد عاملة معناتها موجودة بكثرة في النزل باش تنجم تكون معناتها تنجم نقول ونحكيو على منعش فما مشكلة في اليد العاملة. هذا ما يمنعش انه نحن قمنا بعملية مراقبة نتاعنا وعملنا معناتها مخالفات لبعض النزول بجهة المنستير، وديما نحاولوا نحن انه نتداركوا الوضعية هذيك وتتصلح اكثر منه معناتها حاجة اخرى. واضح. تفضل. سي فواز، بما انه احنا في جائحة الكورونا وكما حكيت ما فماش يد عاملة برشا، هل فم تحديد طاقة استيعاب معينة في النزل لاحترام هذا البروتوكول باش نتجنبوا كل شيء؟ بالطبيعة البروتوكول ينص على 50% من طاقة النزل، من طاقة ايواء النزل موجود في البروتوكول. ممتاز. لكن ان شاء الله نحن ديما نقولوا سي فواز، ان شاء الله النزول نتاعنا في تونس الكل ونحكيوا على ولايه المنستير على الاقل يطبقوا هذا البروتوكول، خاصه في علاقه بكما قلت انت طاقه الاستيعاب 50%. وذلك علاش انا بما اننا نحكيوا على السياحه ونحكيوا على ولايه المنستير، خلينا من خلالك انت مادامك موجود بحضنا لهنا، ما نطمنوش من خلالك انت على الوضع السياحي على مستوى ولايه القيروان. ولايه المنستير عفوا، شنو هي السياحه اليوم في المنستير؟ لاباس سياحة في المنستير. حاجة واحدة نقوله انه جهة المنستير اليوم جهة معناتها نجم نقوله من اهم الجهات اللي تستقطب العائلات التونسية،
الانفراستركتور اللي موجودة في النزل وكبر المساحات نتاع النزل بجهة المونستير واللي توبوغون موجودين فيها واللي ميني كلوب اللي هم خاصين بالأطفال بجهة المونستير. هذا كل اللي يردها من معناتها قطب من أقطاب السياحة العائلية في تونس، معناتها مع جزر قوريا اليوم والتأهيل اللي صار لهم والفرص والشروط والخدمة اللي تخدمت من مدة 3 سنوات على جزر قوريا باش تولي معناتها كمحمية بحرية وتستقطب بهذا السياحة، السياحة معناتها في عنصر من العناصر بتاعها معناتها فما برشا حاجات من المستير اليوم موجودة، وإن شاء الله تكون وإن شاء الله العباد تجي وتزور جهة المنستير ويعديوا أن بون سيجور في منستير. ومرحبا بالناس الكل. سي فواز يلا تفرج، هل فما تحسن في إقبال السياح وإلا العائلات التونسية بين عام ناول وسنة؟ هو تحسن، التحسن موجود باش نكونوا واضحين، خاصة في الشهر أوت هذا فما تحسن في جهة المنستير وبدأ تحسن في السياح اللي جايين من روسيا. نعرف أن روسيا عام ناول ما كانش فما سياح روس جوا الجمهورية تونس، دونك اليوم فما سياح روسيين موجودين بجهة المونستير مع السياحة الداخلية لجهة المونستير، فما ارتفاع مقارنة بعمنيون. نعرف عمنيون الإشكالية متاع الكورونا والانطلاق الموسم السياحي كان معناتها متأخر برشا، لكن السنة الحمد لله انت فما تحسن ملحوظ في عدد المقاضات والعدد الوافدين. سي فواز باش نختم معك بسؤال، خلينا نخطب من خلاله باش نختم، خلينا نخطب من خلاله اصحاب النزول اللي يسمعوا فينا، فكره الدعم المادي خاصه على مستوى البروتوكول الصحي هل هي مطروحه ام لا يعني في الاشهر القادمه؟ هذا ما نجمش نجاوبك فيه، من نحكي على جهه المونستير هذا يقعد ديما في اطار مركزي اطار تونس المركزيه، نجمش نجيبك على حاجة يعني ما عنديش فكرة عليها. حاجة واحدة هو تعلم ذكري قال الصارش لدعم في إطار تطبيق البروتوكول واحد كل شيء من ميزانية مثلا مندوبية أو تصرف هذا كل ما صارش منه في إطار تطبيقها، معناتها نحكيه على الجيل ونحكيه كل هذا كل ما صارش هذيك تقعد ديما من معناتها المسؤولية صاحب المؤسسة السياحية إنه يوفر البرودوي هذاك ويحرص شديد الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي. واضح، شكرا لك سي فواز بن حليمة المندوب الجهوي للسياحة في المنستير على قبولك الدعوة وحضورك معنا. مرحبا بك. خلي لك كلمة الختام، شنو تحب تقول للمواطنين اللي مازالوا بشغلوا على النزل؟ حاجة وحيدة كلمة الختام، مرحبا بكم جهة المنستير، إن شاء الله تعديوا المونسيجور، وماذا بينا معناتها الناس الكل اليد في اليد راهو اليد واحدة ما تنقفش. ماذا بينا الناس الكل نحاولوا باش نطبقوا البروتوكول كيما نحرصوا على نحن كإدارة على المؤسسة السياحية باش تطبق البروتوكول بكل معناتها الأبواب نتاعو، ماذا بينا حتى المواطن التونسي يعاوننا اليوم في تطبيق البروتوكول. كي نحكيو مثلا بإشكالية الطائرة واضحة وصريحة، مثلا نعطيك مثال صغير برشا إنه الحريف اللي يجي مثلا اليوم نهار السبت مثلا شي يدخل نهار السبت ما ينجمش ياخذ غرفة نتاعو كان مع الأربعة الخمسة نتاع العشية. علاش؟ على خاطر اللي كان ساكن في الغرفة اللي معناتها موجودة خرج مثلا ما ثلاثة سلم المفاتح ما يسعتين ونص وما ثلاثة اللي هو نرمو ما يسلم المفتاح مثلا نص النهار ونص يسلمها مخر تولي حتى شفت الإشكالية، شفت معناتها العاملة اللي تنظف الغرفة تولي معناتها تاخو معناتها تتعب وتولي عندها روتار وحتى في المرواحة متاعها من بعد. مثال الناس الكل نهزوا العصا مع بعض، نهزوا القصة مع بعضنا ونحاولوا باش نخمم كيما نخمم في روحي ونخمم باش نعدي أمبون سيجور، نخمم في اللي جاي بعدي ونخمم في زادة اللي يجي معناتها اللي يجي من بعد، فهمتني؟ ونخمم زادة فك العامل التونسي اللي يخدم ونهار كامل يخدم كيفاش هو مع السيتياسيون اليوم طالبين منه باش يحمل البافيت ويعقم الغرفة ونخليوا له الوقت باش ينجم يخدم خدمته
دون لي بون ديلي و لي بون كونديسيون. على امل انه الموسم السياحي يتحسن نحب نشكرك سي فواز المندوب الجهوي للسياحه بالمنصه. مرحبا بك. شنو مازلنا متواصلين معاكم مستمعينا باش نشوفوا مع بعضنا بعد شويه صوره الشهر ام هذا كل بعد ما نسمعوا صبر الرباعي سعد المجرد ورضوان في جديدهم سهره صباح. صبر رباعي سعد المجرد سهرة صباحية وصلنا معاكم ل 57 دقيقة من بعد نص النهار وفي الجزء الختامي من برنامجنا بالنسبة لليوم أمور تهمنا طبعا صورة الشهر. صورة الشهر اللي وقع اختيارها بالنسبة لليوم هي في علاقة بأعوان الحماية المدنية وفي علاقة ب يعني الحرائق الأخيرة اللي طالت عدد من مناطق الجمهورية. صورة معبرة بامتياز، أنا شخصيا نراها كصورة تبين كم المجهودات الكبيرة اللي قاموا بها أعوان الحماية المدنية لمجابهة هذه الحرائق، إما على مستوى وطني على مستوى يعني تونس أو حتى على مستوى عالم. شفنا الجزائر الشقيقة وشنو صار في الجزائر من حرائق وفي عدد آخر من الدول، فحقيقة صورة ريتها معبرة. وذلك علاش من خلال الأميرتي الأستوديو اللي حاضرين بحذايا لهنا نحبوا ناخذوا فكرة على بعض التعليقات اللي جاوا على الصورة هذه، وفي إطار طبعا ذلك زاد تشريك المواطن في محتوى البرامج بتاعنا. دونك فتيات شو عندكم تعليقات لي؟
بالضبط حسين. باش نشوفوا شويه لي كومونتير على التصويره. سامي الذويد يقول كل الشكر والتقدير واحترام لحماه الوطن، ربي يحفظكم. سليم سليم يقول ربي يعاونهم بالحق، ناس مضحيه هيك هي تونس، ناس تقاوم في النار وناس تسرق. صحيح. ومحمد يقول اتمنى ايصال رساله شكر وتقدير لرجال الحمايه المدنيه البواسل على جهودهم في كل شيء، واتمنى ان تكون رساله ليس باسمي فقط ولكن باسم صوت المواطنين التونسيين اينما كانوا، فما رايه الجميع في الحوادث المروعه على طوال السنه والجهود الجباره من رجال الحمايه المدنيه كيف عمل لا يمكن تقديره بعبارات. الحقيقه الكومونتير نتاع محمد طويل، هذاك علاش اخترت باش نقرا كان الاكستري هذا. واخيرا وليس اخرا، بلال بلال قال انهار انهار بعد ان بذل كل ما في وسعه ليتم الامانه وما اقسم عليه. قم صديقي ولا تحسن، سيجازيك الله خيرا عما فعلت، ثق ان الله يرى وان كل تلك الاشجار دعت لك خيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اشعل النار عمدا. بارك الله في زملائنا واخواننا في سلك الحمايه المدنيه، لكم مني الف تحيه تقدير. بالرسمي شكرا لوحدات الحمايه المدنيه في تونس. وذلك علاش احنا من اذاعه دريم افلام من هنا نوجه تحيه كبيره برشا لكل قوات الامن بتاعنا، وخاصه قوات الامن حاملي السلاح واعوان الحمايه المدنيه لما بذلوا خاصه من مجهود في الاونه الاخيره ولتصديهم لهذه الكوارث الطبيعيه ولهذه الحرائق. فالف شكر لاعوان الحمايه المدنيه في مختلف يعني مناطق الجمهوريه. وصلنا لنهايه حصتنا بالنسبه لليوم في برنامجكم امور تهمنا، كانت هذه ثاني حلقه من برنامج امور تهمنا على اذاعه دريم افلام. نذكركم مستمعينا اللي برنامجنا يجي في اطار مشروع صحافه الشان العام لمبادره مناظره وبالشراكه مع 5 اذاعات جمعيتيه تنضوي تحت الاتحاد التونسي للاعلام الجمعيتي. شكرا على الاستماع والمتابعه، وشكرا على تفاعلكم معنا على صفحات التواصل الاجتماعي لايف، تنجموا تعاودوا تتفرجوا فيه على صفحه اذاعتنا دريم افلام او على صفحه مبادره مناظره. حلقتنا القادمه كما عودناكم في نفس الاذاعه دريم افلام ونفس التوقيت ثالث سبت من شهر سبتمبر. وإذا تحبوا تتعرفوا أكثر على صحافة الشأن العام نجموا تتابعونا في أمور تهمنا لبودكاست نهار السبت 28 أوت، خاصة أنه تسنيم الجميلة باش تكون حاضرة فيه المرة هذه. بالتوفيق تسنيم. يعيشك يا فريال، وخليني أقول المستمعين يتابعونا على أمور تهمنا لبودكاست. يعطيك صحة تسنيم، يعطيك صحة فريال، مبروكي. حنان لعويني مخرجة الحصة اللي أمنت لكم الصورة وأمنت لكم أحلى الأغاني تيل الساعة اللي قضينا مع بعضنا، مجهود كبير تقوم به حنان لعويني، دونك جنود الخفاء زاد لازمنا نشكرهم. تحية ليك حنان لعويني، تحية ليكم أنتم أحلى مستمعين وين ما يوصلكم صوتنا. الناس اللي اخترتوا تتابعونا على 95.5 وبيان 3W.radio-dream-fm.net أكيد نتقابلوا في موعد جديد من برنامجكم أمور تهمنا. دونك حنان لعويني، تسنيم رمضاني، فريال مبروك، يا حسام الرابح، نقول لكم في امان الله، باي باي الناس كلها.